مساء الخير، مساء الفن الجميل، مساء علاء زلزلي، اهلا وسهلا. سعد مساك يا حبيبتي. شو الاخبار؟ مساء كل المشاهدين. اول شيء خبرنا عن فرانسيس بي اونلي دبي. كثير حلو، مشروع كثير حلو. حلو انك تشوفي من كل دول العالم، يعني حتى من دول غربية، انه عم بيغنوا لبلد عربي. هذا شيء كنا دائما بنتمناه، و اتس فيري جود، كثير حلوه. فما بالك اذا دبي؟ فطبعا دبي ما شاء الله، يعني دبي صارت عن جد يعني الصوره الاجمل عن العالم العربي لكل العالم. تحيه لكل للكل اكيد، يعني عن جد بنفتخر بهيك بلد، بنفتخر بهيك جمال. عم نشوف بلد كثير رائع كامل من كل مجاميعه، يعني من الامان للجمال للتكنولوجي لكل شيء، لكل الخيرات. ف ثانك يو للكل، يعني ثانك يو، عن جد شيء كثير حلو مفرح. خبرتنا العصفورة انك عم تحضر اغنيه لدبي. هلا ان شاء الله الاغنيه، ان شاء الله عم نحضر. نحن هلا عم حضر اغنيه يعني بستيل على يعني باسلوبي انا. بتعرفي هلا كل الفنانين، يعني حسين الجسمي غنى كلهم، يعني اكيد يعني غنوا كل الفنانين غنوا. انا اتكلم كفنان لبناني. للبناني ايه، مثلا غنى في مروان، غنى يمكن اتينك مروان كمان، مروان غنى كلهم، في كثير غنوا. انا بالنسبه لي الاغنيه اللي انا عاملها بتشبهني، يعني بتشبه ستيل على زلزلة. بعتقد حتكون مفاجاه للناقد. اوكي، بتقول ما تكفي الشعارات جمال وصف الامارات، انجازات وابتكارات، الله عجمال الامارات. قولوا معي قولوا معي، فديت فديت الامارات، بقلبي فديت الامارات. والباقي ان شاء الله بسمعهم كلهم مع بعض. لا المفاجاه الاكسن جايب اللهجه، متقن اللهجه صح؟ لازم، يعني لازم. انا غنيت كل اللهجات العربيه، انا بعتبر حالي يعني طالما انا لبناني عربي، انا انتمي لكل بلد عربي، وكل الشعوب العربيه هي شعوبي، انا شعبي انا، وكل البلاد العربيه هي بلدي انا. فلازم انه تقن اللهجه واني غني بلهجتهم، وبالعكس هذا شيء بيشرفني بيسعدني. يعني خلف الكواليس تكلمنا باشياء كثيره كانت سريعه بس كانت جدا ثمينه. فنرجع شوي نتكلم في بعض الاشياء اللي هي فعلا استوقفتني وكنت كثير كثير حبيتها. اللي هو اشتياق الجمهور للفنانين الحقيقيين بعيد عن السوشيال ميديا ومواقع التواصل، وكل واحد من برا صار يغني. هلا هلا هو الاجمل انك تشوفي، مش مشكله، حلو نتفرج. نحن دائما بنشتغل على انه الفنان يعني مش بالضروره، يعني في مفهوم خاطئ، مش بالضروره الفنان يكون متواجد دائما، يعني لازم الناس تشتاق له، لازم تحس بغيابه، لازم الناس تشتاق لعمله، خاصه اذا كان عنده تاريخ كبير وتاريخ، يعني عنده جيل مثلا ربي معه، فلازم يحافظ على هذا الشيء. النجوميه منا كلمه صغيره ممكن حدا يحكي فيها، ومنا هي انه للحافظ على الاستمراريه لازم يكون دائما عندك وقفه حتى لو كانت طويله. يمكن نحن عندنا احيانا بعد بهذه الفتره مثلا، نحن او نحن بالمونتاليتي تبعنا انه مثلا ممكن يقول انه والله مثل ما بيقولوا دائما غايب، بس بنفس الوقت بيقولوا اشتقنا له، وينه يعني ريت بيرجع ان شاء الله. فهذا الشيء بالعكس هذا بيكون حافز كثير كبير للفنان انه يعمل شيء كثير حلو ويرجع ببومينج، يعني يا بيحضر شيء كبير وبيرجع، يا اما ما في داعي انه يكون موجود عادي بس انه موجود، يعني انه نحن عم نعمل حفلات ونعمل، لا يا يعني بيرجع ببومينج كثير كبير وبيعمل فرق بهذا الشيء او لا. شفنا بومينج كثير حلو على بعض المواقع التواصل، طبعا بنحب نقول تحيه. ما شاء الله كان يعني مثل كان الناس كان كثير مشتاقه لعلاء زلزلي، كان في ردود حلوه، تعليقات كثيره، وعدد مشاهدات عاليه. الحمد لله انه الحمد لله الفيديو تبع المطار. نعم الحمد لله، انا لكن الحمد لله رب العالمين انه حتى باي برنامج بكون عم بعمل، مثلا برنامج تلفزيوني عم بيكون عم يجيب ريت كثير عالي، عم بيعمل ترند باي برنامج عم صوره كذا، هذا دليل انه الحمد لله العالم مشتاقه، والعالم انه بدات تشوف من اول وجديد، ترجع تشوف علاء بجو على المسرح. فاكيد هذا التحضير بياخذ وقت. هلا ان شاء الله نحن بقرب بقريب من شهر 2 المفروض ان شاء الله نبلش عامل ميني البوم، حيبلش ينزل اغنيه ورا اغنيه على الفالنتين. على الفالنتين عامل طبعا غير اغنيه الامارات اللي عاملها. فانا بالنسبه لي عم بعمل هلا في عندي اغنيتين لبناني مصري اثنين، وعندي اغنيه باللهجه العراقيه، يعني كمان حغني العراقي على طريقتي، وعندي لهجه، عندي اغنيه باللهجه الجزائريه الفرنسي، يعني المغرب العربي بالاضافه للفرنسي والاسباني ان شاء الله. جميل جميل ان شاء الله. الله يوفقك. عندي سؤال على زلزال يمكن يفاجئك شوي.
طبعا احنا بالسوشيال ميديا او حتى الصحافه والاعلام يحبوا كثير انهم يعملوا لقاءات مع فنانين ومع مشاهير، خاصه ناس كان صار لها فتره هم ستار لكن بعيد شوي عن الانترفيو. فاغلبهم ما بيرضوا يسووا لقاءات، ليش؟ عشان التلفزيون بيعطيهم بادجت، ونحن اللي ننقل لكل الناس، واللي صار التلفزيون ياخذ من السوشيال ميديا يعني تقريبا يحاولوا يتهربوا من اللقاءات. السوشيال ميديا صار له يعني صار اساسي بحياتنا نحن الفنيه واليوميه، صار اساسي. بالعكس انا هي بعتبرها ضعف في مكان ما. المهم انا بالنسبه لي يمكن لاني كثير قريب من الجمهور، فانا بعتقد انه المفروض الفنان يضلوا قريب جدا. بالنهايه الاعلام له دعم كثير اساسي بحياه الفنان، والسوشيال ميديا حاليا صار هو عالمنا الاكثر، يعني مع احترامي اكيد لكل المحطات ولكل شيء، لكن بالسوشيال ميديا الخبر اسرع وانتشاره أكثر وأوسع. فأنا بالنسبة لي لا، بالعكس لازم يكون مع السوشيال ميديا، يعني مش دائما الفنان لازم يفكر بباجت. هذا اللي كنت عامل لك إياه، لو كنا عم نفكر بباجت أو عم نفكر إني بس دائما بالباجت كنت كل يوم بدي أعمل حفلة وكل يوم بطلع بالتلفزيون كذا. الموضوع مش موضوع باجت، الباجت فيك تعمله، الباجت بينعمل بس يكون عم تعمل بومينج كثير كبير، اللي بيحبك جمهورك اللي بيحبك بيضلوا معك بيتابعك ما بينساك أبدا. كذبة اللي بيقولوا إنه الجمهور بينسى النجم اللي بيحبه، بيضلهم بيحبوه بيضلهم متابعينه وناطرينه، فلاحق إنك تعمل هيدا البادجت. فأنا برأيي لا، إنه تواجدك مع الناس ودائما يعني حلو الفنان. في كثير عالم بطلت تفهم شو معناه التواضع، حلو الفنان يكون متواضع ومع الناس وبقلب الحدث دائما موجود وبكل شيء. هلا انا مع انه كمان مش دائما باي شيء، يعني موقع انه يعني مثل هدول التيك توك مثلا يعمل انه بس هيك شغلات انه انا موجود، لا يعني يعمل اشياء غلات مثلا تاتشات معينه اسرع. بعتقد انه السوشيال ميديا بيخدموا اكثر. اوكي، عدهم النابلسي اعتزل الفن وتهاجم من كثير من الفنانين زملائه، شو بتقول لليوم؟ بدي اقول له الله يوفقك، كان فنان يعني فنان رائع، قدم اعمال كثير حلوه ونجح بفتره بسيطه وقدر عمل مكانه له بستيل معين. برافو عليه، كان محبوب من الناس، وبالنهايه اختار حياه، ما فيك تقولي لا، يعني الله 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 يهنيه بحياته اللي اختارها. كمان كل انسان هو عنده حريه الاختيار، انا ما حريه الاختيار لكل انسان، ما بنتقد ابدا، ما بحكي شيء. في ناس تحاملت عليه انه قال انه انا هو اختار انه يكون بدل، يمكن ما كان قصده، يعني ما كان قصده يجرح. ليش نحن بناخذ مشكله انه في ناس دائما بتاخذ الناحيه السلبيه؟ لا، ما ناخذ ناحيه سلبيه، ناخذ ناحيه ايجابيه. بحق له انسان لقى نفسه بده يكون بهذا المكان، الله يهنيه ويوفقه ويكون كمان مثل ما كان ناجح بحياته هون يكون ناجح بحياته اللي اختارها. يمكن اعتبروا انه ممكن يكون نفس فضل شاكر انه بعدين يرجع يختلف. هلا كل حدا يغلب بغض النظر اذا رجع، يعني بالنهايه نحن ما لازم ندقق كثير. هو اختار انه يعتزل، هني يعني الله يهنيه بحياته، انا بتمنى الخير للكل، انا هذا طبعي. هو انسان على فكره جدا طيب وانسان رائع جدا. ما عم بقول لك انا بختار انه هلا رجع بعدين ما رجع بعدين، كمان هو بيكون اختار، يعني كل انسان بيعمل اللي هو بيختاره واللي بحس فيه بلحظتها. انا مع انه الفنان انه يختار، بس انا ضد انه الفنان يختار شيء معين يرجع عنه بعدين. يعني يا بتختار بيكون خيارك وخلص قرارك صائب 100%. يعني انا وقت اللي بقرر اني اوقف اتاكد اني حوقف ما حارجع، ما بعملها. اني خلص قررت اني اوقف، اني انا اعطيت خلص من هذا من وقتي هذا الحياه وكذا وبدي اطلع على محل ثاني، باخذ القرار بكون قده. يعني انا مع هذا الموضوع، وبنفس الوقت ما عندي مشكله مع حدا، يعني كل اللي اختاروا هنيئا لهم باختياراتهم. ان شاء الله انا ما بدي الابتسامه تروح، بس بدي كلمه للبنان. لا لبنان اكيد ما بتروح، حتى عن لبنان، لبنان بكل شيء فيه بحبك، بشمالك بجنوبك بكل شيء فيك بحبك. لبنان بلد ما بيموت، لبنان بلد عصي على كل شيء بالحياة، مش مشكلة مثل ما بيقولوا مصايب بتيجي مصايب بتروح. عانى كثير لبنان، بس طول عمره كان يثبت لبنان انه قبضاي وبيقدر يوقف على جريه من اول وجديد ويطلع. تحية للبنان، ما بقول لبنان الجريح، لبنان المظلوم بمكان ما، المظلوم بمكان ما. ان شاء الله يا رب لبنان نفتخر فيك وبنحبك وفخورين فيك وين ما كنا، وارزتنا دائما على جبيننا مطبوعه وين ما بنكون. تحياتي لكل كمان. ممكن نشوفك رئيس جمهوريه؟ لا ما بيهمني السياسي، ما بيهمني دين، ما بحكي بالدين. بس انا فيك تصير رئيس، فيك تصير رئيس ولا لا؟ نعم فيك تصير رئيس ولا لا؟ حتى لو بدي يصير رئيس، حتى لو انه بينعرض علي، ما بحب كون رئيس، بحب كون انا فنان العالم بتحبه، بسعد الناس بيسعدها وشو اسمه بفرحها للناس. ما بحب اني يكون لا بنظام سياسي ولا خصني بهذا الموضوع، لانه السياسي دائما على طول للاسف نحن بعالمنا كله السياسي ممكن يكون في ناس مع وناس ضد،
فانا بحب انه خلي العالم تكون بتحب اكثر. شو في يزرع بسمه افضل؟ كلودا الشمالي وجه لها تحيه. سالتها لو كنتي رئيسة لبنان شو بتعملي؟ قالت بتغني. انت شو لا انا اذا يعني اذا كنت بدي اكون مش ضروري موقع رئاسي، بس اذا شو بدي اكون، اذا كنت قادر اني اعمل شيء للبنان بعطيه حقه، مش حلك برجعه احلى مكان، لانه لبنان حقه يكون اجمل بلد بالعالم. صحيح. بيتمتع بكل المناخات، بيتمتع بكل الجمال، بيتمتع بشعب كثير رائع وطيب، حتى لو انه عم يشغلوه ببعض الامور اللي ما له عادي فيها، ولكن انه لبنان بيستاهل يكون باحلى مكان. كلمه لمتابعين الناقد. للناقد بدي لكم انا بحبكم كثير، ان شاء الله اخباري كلها حتشوفوها ان شاء الله بعمل جديد قريبا، حيكون لنا لقاء كثير موسع. شكرا كثير لك، بشكرك. شكرا للمصور الموجود جهاد. ثانك يو جهاد، شكرا كثير لكم لكل متابعينكم، بحبكم. شكرا على شكرا. ان شاء الله لنا لقاء ان شاء الله. ثانك يو.